لو الحكاية فيها إن فيبو. تقويم الأسنان لا يتسبب في الإفطار، هو تقويم الأسنان بطريقة بسيطة جدا، إن احنا بنخلي الأسنان تتحط في المكان الطبيعي بتاعها ويكونوا منتظمين واقفين جنب بعضهم، أو اصطفاف الأسنان بصورة منتظمة. طيب لو أنا النهاردة مركب التقويم بتاعي، هل التقويم بتاعي ده ممكن يتبقى فيه اكل او كلام من ده؟ ممكن يتبقى، وده ليهم فرش معينه جدا لغسيل الاسنان في فتره التقويم. طيب التقويم يعني نقدر نعمله من اول سن 11 12 سنه في البنات و13 و14 سنه في الاولاد، وده بيعالج زي ما قلنا بصفه عامه المشاكل بتاعه العضه ومشاكل اصطفاف الاسنان تجميليا ووظيفيا. في بعض الحالات حتى بعد ما بنخلص التقويم بيفضل في بعض المشاكل، منها ان حجم السنان نفسه صغير، يعني في حالات كتير بتجيلنا بيبقى حجم السنه صغير جدا وحجم الفك كبير، فبنحط الاسنان في مكانها الطبيعي بيفضل في مسافات. الحالات دي من قبل ما بنشتغل بنعرفها ان هي بعد ما بتخلص خلص التقويم بتاعها بتحتاج تجميل عن طريق العدسات التجميليه عشان اقدر اقفل المسافات ما بين الاسنان يبقى الشكل في الاخر شكل جمالي. مش كل الحالات ينفع يتعمل لها تجميل، بس ينفع كل الحالات يتعمل لها تقويم قبل التجميل.